شاء الله. السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقرأ في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. وذكرنا معنى العزلة أنه معنى واسع وأنه له أساس في السنة، وهو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذات العدد في حراء، فده معنى الاعتزال. وأيضا أن فيه الاعتكاف أيضا ورد في شرعنا، فهذا معنى العزلة. وقال المصنف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أفضل يعني أفعل تفضيل، أعلى واحد في الناس في الفضل، فيكون ممكن فضلين كثير، لكن هناك من هو استقل بإيه؟ بنهاية الفضل وأقصى حد في الفضل، ذروة الفضل. قال: مؤمن، قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله تعالى. يبقى المجاهد في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. ثم رجل، وده محل الشاهد، ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب. شعب يعني طريق، والطريق دي بتبقى في الجبل، يعني طلع في طريق في الجبل واعتزل فيه، يعبد ربه، وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وده المعنى اللي احنا كنا بنقوله، وما بيظنش ان الناس هو شر وهو خير، ده كده يبقى اصابه الكبر ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من خردل من كبر. لا، ده هو بيظن ان هو بيمنع الناس من شره بانه بيفر منهم عشان يمنعهم من شر نفسه. خلاص، زي حديث ايه: إني صائم إني صائم. لما يقول إني صائم إني صائم، فإذا سبه أحد أو شتمه أو قتله أي روايات، فليقل إني صائم إني صائم. ليس إني صائم إني صائم يعني أنا صائم وأنت مفطر أو أنت معتدي علي، لا، ده بيذكر نفسه بأنه صائم حتى لا يعتدي هو. بيقول لنفسه إني صائم عشان ما يعتديش، عشان ما يردش على من يعتدي عليه، ماشي. وبعدين إني صائم الثانية حتى يكون جهرة لتذكير الآخر بأنه إيه، إن يحترم حرمة الصيام. وليس المراد ان صائم مش هعمل لك حاجه وانا افضل منك، لا، يبقى دخل في الكبر ودي مصيبه. فهنا ايه؟ يدع الناس من شره، متفق عليه. وفي روايه: يتقي الله يدع الناس من شره، فيظن ان هو شر، انا شر وبضع الناس من شري، ببعدهم عن شري بان اعتكف عنه. ساعات يبقى كده، دي طريق النجاه، ان هو يظن كده ان هو عنده شر وانه بيدع الناس من شره. اما لو ظن ان هو احسن من حد واحد بس من المسلمين، ها، قد يكون ده الولي وهو فضل نفسه عليه، يبقى اذن بحرب من الله ورسوله. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، ان هو ينتقص الولي. واحد اقول ده مش هو، يبقى لما انتقص منه يبقى انا كده ممكن يكون ده الولي، ما هو الله اخفى اولياءه في خلقه، فكون قد اذنته بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله تعالى، يكون بعيد قد اذن بحرب من الله ورسوله. وعنه اقرا: عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري. وشعف الجبال أعلاها. وعنه أي أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. شعف الجبال يعني قلنا أعلى حاجة، يعني إذن ده هو بيبعد في الاعتزال. يعني الرسول قال لك إيه؟ ابعد في الاعتزال كمان، أوغل في الاعتزال، ابعد خالص عن الناس لو كان ده في نجاتك.
ومواقع القطر اللي هي المطر يعني، يفر بدينه من الفتن. قلنا يفر بدينه من الفتن هنا نفس المعنى بتاع ايه؟ يدع الناس من شره، يتقي الله ويدع الناس من شره. مش بيفر بدينه يعني الناس كلهم شر وهو خير يبقى سقط، انما يظن انه يمنع الناس من شره، يمنع الناس من شره. وشعف الجبال اعلاها. اقرا. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه: وانت؟ فقال: نعم، كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. هذا الحديث فيه إشارة إلى الاعتزال وإلى تحري الحلال المحض، وذلك وضعه في ذلك الباب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. واحد يقول لك: رعاية الغنم هذه صناعة دنيئة. نقول: نعم، رعاية الغنم صناعة دنيئة، إلا أنها في حق الأنبياء معجزة. حتى فهو يرعى الغنم حتى يتعلم كيف يسوس الأمم، يتعلم يرعى الغنم عشان يتعلم كيف يسوس الأمم بقى. واضح؟ فرعاية الغنم تمهيد وتدريب على سياسة الأمم بقى بحالها، مش الأمم من البشر. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. قالوا: قراريط يعني أجر، يأخذ أجر عليها بعض دينار أو جزء من الدينار والدرهم. طيب، والحاجة الثانية، بعضهم يشكك في هذا الحديث، بل الحديث في البخاري، وقلنا أنه فائدة عظيمة، وهو أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم كيف يسوس الأمم بعد ذلك. فالأنبياء كلهم تعلموا ذلك في صغرهم عشان يتعلموا بعد ذلك حتى يتدربوا على سياسة الأمم. وقلنا إن في حد أيضا ألف الإمام السيوطي رسالة على هذا، إن هذه صنعة دنيئة، فلا يجوز وصف، لا يجوز التشبيه. سأل رجل بيقول إيه، رجل قال لآخر: يا ابن راعي الغنم. قال: وما يضرون، لقد رعى النبي الغنم. فرفع الأمر إلى الإمام السيوطي في فتوى في هذه المسألة، في هذا القول. قد يكون عند ذهنك إن ما فيش فايدة، لا مانع أن أقتدي، لكن في فرق عظيم. فالإمام السيوطي ألف كتابا في ذلك، رسالة قال فيها، سماها تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. إنه فرق رعاية الأمم في حق الأنبياء معجزة، ورعاية الأمم في حق بقية البشر صناعة دنيئة. قال هذا الذي قال: وما يضيروني، فإن النبي قد رعى الغنم، هذا يعذر ويستتاب. ليه؟ لأنه كأنه وفق بين الدنيء، كأنه أراد أن يجمع بين الدنيء وما هو معجزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ويستتاب بشرط أن هذه الصناعة دنيئة في حق البشر، إلى أنها في حق الأنبياء معجزة وتوثيق وتثبيت من الله تعالى. اقرأ. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله. فرسه. بل لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظنه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس في شيء إلا في خير. رواه مسلم.
اقرأ بعده يطير الشرح بتاع الكلام. يطير أي يسرع، أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيئة الصوت للحرب، والفزعة نحو ووظن الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصوير الغنم، والشعفة بفتح الشين والغين وهي أعلى الجبل. وعنه أي أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، يبتغي القتل أو الموت مضانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعاف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس في شيء إلا في خير. رواه مسلم. يقول: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه، أي لجام فرسه، في سبيل الله، يطير على متنه، يطير أي يسرع على ظهر الفرس، كلما سمع هيئة أو فزعة، هذا يعني صوت الحرب، طار عليه أي أسرع عليه، يبتغي القتل. شوف نيته إيه، ده واحد عايز يتقتل في سبيل الله تعالى، ينال الشهادة الدرجة العالية، يبتغي القتل أو الموت مظانه، يبتغي أي يطلب الموت أو القتل في مظانه، في أماكنه، يسعى إلى الموت أو القتل في الأماكن، فتلاقي يقف في الصف الأول في الجهاد وهكذا. أو رجل في غنيمة، هنا أو اقتضت المساواة بين الاثنين، إلا أن التأخير يقتضي إيه كما بينت الأحاديث السابقة. أو رجل في غنيمة تصغير غنمة، يعني عنده غنيمة صغيرة في رأس شعفة من هذه الشعف اللي هي قلنا أعلى الجبل، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين أي الموت، ليس من الناس في شيء إلا في خير، إنه بعيد عن الناس فبيجنب الناس شره، شر نفسه. رواه مسلم، وهو محل الشاهد على أنه اعتزل الناس وما إلى ذلك. يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، متن فرسه، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، أي الهيعة والفزعة ده من باب صوت الحرب. ومظن الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها، اللي هي القتل أو الموت، عايز الأماكن القتل أو الموت يكون موجود فيها. والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين وهي أعلى الجبل. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم. اقرأ. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم، وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقمع نفسه ممكن، وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر، على الأذى. أعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة المعلومة. حسبك.
لما ذكر باب العزلة ومفارقة الناس، فالحمد لله الذي جعلنا من أهل الحنيفية السمحة، هي وسط وسط. ذكر الباب اللي بعده بعد أن ذكر العزلة باب الاختلاط بالناس وحضور جمعهم. قال: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم. يبقى ما يجي لي فتنة شديدة علي أن أنا أعتزل الفتنة خلاص، لكن مش أعتزل في الصحراء. قد لا تستطيع أن تعتزل في الصحراء، بعضهم اعتزل في الصحراء فقبض عليه واتهم اتهامات ليس لها أصل، وبعضهم اعتزل في الصحراء ونجح لكن جاله بواسير لأنه مش عارف يستنجي بالأحجار فاضطر يرجع المدينة ويعمل عملية بواسير. فكل حالة إيه لها إن الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم وحضور جمعهم أي وحضور بل وحضور جمعهم. يبقى في فضل في ذلك، ها، إن قد يكون الاعتزال في ضعف، أنت مش قادر تقاوم الناس، مش قادر تقاوم نفسك، مش قادر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، يبقى ده كله ضعف. يبقى لو أنت عندك القوة الأقوى، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالقوي الذي يكون إيه في الاختلاط الناس، في الاختلاط مع الناس، وبيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشروطه والأشياء دي، عند ذلك يكون أقوى من اللي اعتزل وطلع وذهب إلى شعف الجبال. باب فضل، ورغم أن هناك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، فيكون ده أخير منه لأنه أمر بالمعروف وينهى عن المنكر وخالط الناس واجتنب شرهم، فيكون ده أيضا أفضل من اللي اعتزل في صورته هذه. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم أي صلاة الجمعة وجماعاتهم. ده أمر هنا بقى ما كفرش الناس ولا نفسقهم في مسجد وموجود مساجد، يبقى احنا ما نقولش دي مساجد ضرار، لا دي مساجد أهل السنة والجماعة ونصلي في أي مسجد خلاص. وحضور جمعهم وجماعاتهم، جماعات الصلوات الخمس، ومشاهد الخير، عيد الأضحى، عيد الفطر، قيام الليل في رمضان، التراويح كده، مشاهد الخير، ومجالس العلم ومجالس الذكر معهم. يبقى الذكر له مجالس أيضا، يجتمعون على الذكر نحضر معهم. بعضهم يقول لك إيه مجالس الذكر يعني يقعد ساكتين كده مع بعض، طب إزاي نعرف إن ده مجلس ذكر؟ ما هو ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجد قوما يذكرون الله تعالى وقوما يتعلمون، ها، فقال كلاهما على خير، وجلس مع المتعلمين مع المعلمين الذين يتعلمون، وقال لقد بعثت معلما خلاص. في مجلس بيذكر في قال مجلس قوم يذكرون الله وقوم يتعلمون. طب اللي يذكرون لو هم قاعدين كده من غير ما يحركوا لسانهم قاعدين كده، انا بعرف ان هو ذاكر ولا عارف لا ذاكر ولا بيقرا قران ولا سرحان، اذا بيذكرون الله يعني بيحركوا شفتيهم وقد يكون لهم صوت خفيض. فده المعنى ايه؟ ان في مجالس ذكر موجوده من الاحاديث اهي. ولا يذكرون الله، عارفهم سيدنا الرسول عليه الصلاه والسلام ازاي؟ لو قاعد كده ساكت في بقه واقول ده بيذكر الله، مجموعه قاعدين كده وساكتين كلهم مع بعض حوالين بعض كده بيبصوا لبعض، اقول دول بيذكروا الله؟ لا، الذاكر بيحرك شفتيه ولسانه وقد يصدر منه صوت خفيض لا يشوش باحكام الذكر الجماعيه اللي موجوده في كتب السنه. ألف الامام السيوطي في ذلك رساله، في حديث الامام السيوطي، ألف الامام السيوطي رساله في جمع الادله التي تدل على الاجتماع في الذكر، ورساله اخرى تدل على الجهر بالذكر. طيب، يبقى حضور مجالس الذكر ومجالس العلم خلاص، ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم. شوف اللي بيروح يزور مريض، ورد حديث انه يستغفر له اذا زار مريضا بالصباح يستغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، واذا زاره بالليل يستغفر له 70,000 ملك حتى يصبح. يعني شوف مدى الثواب بتاع زيارة المريض واختلاط، وده من ضمن ايه؟ اختلاط بالناس، ولعل يكون سبب هداية، ها، يكون سبب دعاء مبارك يجاب فيه. وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على الأذى. اللي يقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده في حاجة اسمها النصيحة
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرق تفريقا كده بين الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين النصيحه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، ان يكون عالما مجتهدا، عالما بالاجماع والخلاف حتى لا ينكر المختلف فيه، كما ذكرنا حديث وشرحناه حديث ايه من راى منكم منكرا، فلازم يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ملما بالاجماع والخلاف ومن مجتهدين، عشان ما ينكر لا ينكر انما ينكر المجمع عليه ولا ينكر المختلف فيه، فما يجيش ينكر في الامر اللي اختلف فيه العلماء، انما ينكر في المجمع عليه، فلازم يكون ملما بالمجمع عليه والمختلف فيه. لكن النصيحه والموعظه يجوز يبقى فيها رفق، الامر المعروف والنهي عن المنكر فيه شده وزجر، لكن ليه؟ لانه ده مجمع عليه، بيرتكب محرما او ترك واجبا من مجمعا عليه او ضروريا معلوما من الدين بالضروره. اما الامر بالمعروف اما النصيحه دي اقل شوي، فبتكون فيها رفق، فيها محادثه وفيها رفق اكتر من ايه، وليست كالامر بالمعروف عن المنكر. وقام ملوش صوره محدده، ملوش صوره محدده، العبره ان انا اصل باي طريقه بمنع المنكر او بالامر بالمعروف. لا ملوش صورة معينة، ما ممكن أنا أستخدم النصيحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ممكن أن أنا أجي لواحد وجدت أنه يستجيب من أول كلمة خلاص ويرتدع بس، لكن قد يحتاج ده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يحتاج للاستعانة بآخرين، إذا لم يستطع أن يزيل المنكر ده يحتاج يذهب إلى السلطان ويقول له، ويذهب إلى الولي ويقول له، الولي ويقول له ويذكر له ذلك. إحنا شرحنا بداية 8 محاضرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا مش ها لا لا لا، لأنها فيها شروط معينة، وهي ما كانش إنكار عادي، الإنكار الوارد في الأحاديث هنا وارد بصفة فردية مش بصفة جماعية، خلاص. حتى الأحاديث إذا لم يأخذوا على يد الحاكم أوشك الله أن يعمهم، يأخذوا بمعنى إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان الإمام النووي بيقول للخليفة بيعظمه كل حاجة ويقول له وايه، يعني بيبين له ان هو خايف منه، اقرا إيه رساله العز بن عبد السلام، وانه كان ازاي بيعرض الظاهر بيبرز، هو صح في الاخر شده قال له ايه، اما انا فلا اخاف الله لومه لائم، وانما جعلني الله ان امر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا فرض عين علي. لكن في الاقل قال له ايه، خليفه المسلمين، وقعد يمدح فيه رجاء ان هو، لان اما انت هتيجي تشد معاه هو هيقول هو تطول عليا وخليه يركب راسه، لكن لما تجي له باللين. ولذلك الامام النووي في نفس الحديث ده بيقول ايه، وان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لولاه الامور برفق ولين، عشان مراده مش الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراد تحقيق مراد الشارع من ازاله المنكر او ثبوت الحق، واضح؟ مش مراد ان انا اقول له كذا وكذا واشتم، لا، انزل الناس منازلهم، فاهم يعني الامر؟ مش يقول له ارحل ارحل رحل رحل، نعم. اصل ده بس ما بقول لك شرحت فيها انا 8 محاضرات في حديث واحد بس، الحمد لله من منة الله علي يعني، فضل ومدده. لا اصل ها لا ده الكلام ده من 4 سنين. انت بتقول ايه؟ لا اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بقول لك في باب ساعات يسقط عنك، ولو كنت انت متاكد ان المنكر يحصل، اذا خشيت على نفسك او تلف عضو منك هيقطعوا والعياذ بالله يقطعوا ايد البعيد او رجله او يصيبوه او يقتلوه، خلاص سقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، سقط الوجوب. ولكن يندر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لايه؟ لكلمه حق عن جائم فاخذه فقتله. واحد بيقول الحق فالحاكم خذه وقتل. ده افضل الشهداء، ماشي؟ افضل الشهداء حمزه، ثم رجل قال كلمه حق لحاكم جائر فقتله. يبقى هنا ايه؟ هينتقل من الوجوب الى الندب. خلاص لدرجة بعض المالكية أظن في مذهب الإمام مالك إن لو خشيت إن هو يقول لك كلمة لا تليق بيك سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سقط الوجوب بتاعك، ما تبقاش آثم، ماشي؟ وطبعا عنده قمع نفسه عن الإيذاء والصبر على البلاء على الأذى، إن هو يكون عن يقمع نفسه عن أي الإيذاء للآخرين، يربي نفسه، لا التربية، التربية والسلوك، رياضة النفوس، والصبر على الأذى. اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته